السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم في درس جديد من دروس اللينس اند كاتراكت. زي ما تعودنا نبدا بصوره لنتاملها، وصوره النهارده صوره رجل كبير في السن اجتمع عليه الفقر والعجز والبرد. بعض الناس الصوره دي هتفكروا بالمآسي اللي بيعاني منها الفقراء وكبار السن، وهتفكروا بكم المآسي الموجودة خلف الأبواب المغلقة. البعض هيسرح في سبب الفقر، وأكيد هيوصل إن سبب الفقر هو جشع الغني واستغلاله، واللي هيفكر في سبب الفقر على مستوى الدول والحكومات هيوصل لإن أهم سبب لأسباب الفقر هو فساد الساسة. اوعوا تعتقدوا ان الفقر سببه قلة امكانيات الدولة وان انتم فقراء، ولكن سببه فشل سياسات وفساد وفشل اداري. اصحاب القلوب الرقيقة هيقولوا انه اوعوا تحسبوا ان الفقر هو فقر الجيوب، ولكنه فقر القلوب. الجيوب الخاوية قد تمتلئ باليوم بالمال ذات يوم، أما القلوب الخاوية فمن الصعب أن تمتلئ بالمشاعر والأحاسيس. ده ما يمنعش إن خواء الجيوب شيء علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ منه. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. الصورة دي الحقيقة بتفكرني بحادثة حصلت من زمان، من فوق 30 سنة، أيام ما كنت نايب في قسم الأوفثالمولوجي في جامعة الزقازيق. وجات لي ست كبيرة في السن، والحقيقة أنا طبعا كنت لسه في الوقت ده شباب صغير. جات لي ست كبيرة في السن وكلمة من هنا كلمة من هنا، الحقيقة نرفزتني، فأنا زعقت لها. وكان حاضر الواقعة دي أستاذنا الدكتور عمر عفيفي، وسكت، قاعد يبص يشوف ايه الحوار اللي هيتم بايه. الست مشيت، وبعد ما مشيت الست لقيت الدكتور عمر بيناديني بيقول لي تعالى يا طارق. قلت له ايوه يا فندم. قال لي انت عارف الست دي جات لك ليه؟ قلت له جات لي عشان عيانه. قال لي لا مش بس كده، دي جات لك علشان معهاش فلوس، لان لو معاها فلوس تروح لعياده خارجيه من بره، كانت راحت لعياده تانية عياده خاصه وما جاتلكش عندك في المستشفى، فهتبقى انت والمرض والفقر عليها. الحقيقه الكلام دوت وطريقته الهاديه، وانه استنى لما الست مشيت وخدني لوحدي علشان ينصحني، كان لها نصيحته دي كان لها اثر كبير جدا عليا، ولغايه دلوقتي فاكر الواقعه دي رغم مرور السنين دي كلها. وبقول لكم وبقول لنفسي خلوا بالكم من عينين الفقراء اللي هم لجؤوا ليكم بس لان هم فقراء وعيانين، فكونوا انتم معاهم على المرض وعلى الفقر. طب يا دكتور طارق، ايه علاقة الصورة دي بدرس النهاردة؟ اصل الصورة دي فيها راجل كبير old age، وال old age liable to develop what we call senile cataract. يبقى الدرس النهاردة الدرس الرابع في اللينس اند كاتراكت، وهندرس فيه ال acquired opacity of the lens due to senility، او اللي احنا بنسميه senile cataract. By definition, senile cataract is a gradual opacification of the lens affecting old people not suffering from local or systemic disease. طب يا ترى الـ old age ده يبدأ من سن كام؟ والـ old age لازم نبقى عارفين ان هو above 50. والحقيقة السن دوت بيفكرني بواقعة طريفة حصلت لنا زمان واحنا كنا طلبة في سنة ستة، وكان بيدينا جراحة أستاذنا الدكتور أحمد مختار، وكان بيشرح حاجات من اللي بتحصل في الأولد إيج، وكان بيسألنا ساعتها طب يا جماعة يا أولاد أولد إيج يعني إيه؟ فطبعا إحنا كنا 20 سنة 21 سنة 19 سنة بالكثير ولا 20 سنة، فبالنسبة لنا الأولد إيج اللي هو الراجل الكبير عنده 30 35 40 سنة ده أولد إيج، فكلنا قلنا له إيه 40 45 سنة إيه أولد إيج؟ فضحك وقال لي يعني انا اولد ايج. من الاولد ايج مش مساله نسبيه، الاولد ايج متحدده بالايج اوف 50.
في ناس تانية بتقول ان الـ old age او الـ declining years the last period of human life، بعض الناس بتسميه خريف او شتاء العمر، is now often considered to be the years after 65. علشان نخرج من الكلام ده 50 ولا 65، هنقول ان snail cataract is an age related gradual ossification of the lens of the eye affecting people not suffering from local or systemic disease. الحقيقة الانستنس بتاعت الكاتراكت snail cataract is the most common type of cataract usually bilateral، اللي بيجي في عين بتيجي في العين التانية، and usually asymmetrical. It occurs equally in men and women, affects all races. الحقيقة الكاتراكت كانت the most common cause of blindness all over the world. الإحصائية اللي قدام حضراتكم دي أسباب البلايندنس في العالم سنة 2002 according to the WHO. باثولوجينيزيس بتاع السنايل كاتراكت، لو حضراتكم قلتولي الحصان ده دخل العربية 125 ازاي، هقول لكم الباثولوجينيزيس of سنايل كاتراكت هي unknown، ممكن تكون نتيجة السنيلتي or change in the permeability of the capsule and the epithelium or alteration in metabolism, ultraviolet radiation, free radicals and cigarette smoking. Whatever the cause is, the pathogenesis, زي ما احنا قلنا، بتبقى two steps: hydration, where the water drops appear within the lens, then coagulation and denaturation of lens protein. الحقيقة عندنا two clinical types of snail cataract، اللي هما الكورتيكال and نيوكلر. كورتيكال من اسمها يعني جاية في الكورتكس بتاعت اللينس، ونيوكلر بتيجي في النيوكليس of the lens. نبدأ بأول واحدة اللي هو السنايل كورتيكال كاتراكت، وهنقول ان السنايل كورتيكال كاتراكت دي الكاتراكت affecting الكورتكس، زي ما انتوا شايفين في الصورة ديت الكورتكس هو اللي affected والسنتر كلير، وده بعرفه لما باخد مقطع في اللينس بالسليت لام بلاقي النيوكلر النيوكلاس ما فيهاش اوبسيفيكيشن والكورتكس هو اللي فيه اوبسيفيكيشن. It represent 75% of snail cataract and usually occur in stages: incipient stage, immature stage, mature stage and hyper mature stage. الانسيبيانت اللي هو البدائي او الابتدائيه لسه حاجه ايه مبتدئه، الاماتيور اللي هي غير ناضجه، والماتيور اللي هي بدات خلاص ناضجه، والهايبر ماتيور اللي هي زاد النضج بتاعها ودخلت في مرحله المشاكل. تعالوا نشوف مع بعض مرحله مرحله هنقول فيها ايه. والانسيبيانت ستيج، انسيبيانت يا جماعه يعني beginning to exist او البدايات، بدايات الإنسان إنه يبقى طفل رضيع زي كده. والحقيقة شكلها بيبقى كونيفورم زي الويجز اللي انتوا شايفينها بالشكل ده، أو كوبليفورم زي السوسر كده أو سوسر شيب أوباستي، بتبقى ويج شيب أوباستي ويز كلير أريا إن بتوين، يعني عاملة زي الويج اهي وفي كلير أريا إن بتوين، ويج أهو تاني وويج ده وكلير أريا إيه in between. The apex is directed toward the center of the lens. The apex of this ridge is directed toward the center of the lens in the anterior and posterior cortex or in anterior or posterior cortex. بص الاقي الاوباستي يا اما في الانتيرور كورتكس يا اما في البوستيرور كورتكس يا اما في الاثنين مع بعض. Usually begin in the infranasal quadrant. تبدا ناحية في الربع الكوادرانت الانفيرور نيزل الناحية دي والناحية دي. وفي ناس بتعمل جريدنج للسنايل كورتيك كاتراكت according to the number of wedge or the number of quadrant affected، يعني هنا في 1 quadrant، هنا 2 quadrant، هنا 3 quadrant، هنا 4 quadrant،
of senile cortical cataract. In red reflex, the senile cortical cataract in incipient stage appear at the black sector against red background. المرحلة اللي بعدها الطفل الصغير كبر شوية بس لسه ما نضجش بنسميها ال immature stage. All the cortex become opaque except zone of superficial cortex under the capsule. شايفين كل اللينز هنا اوبيك ما عدا الحتة دي كلير تحت الكبسول ديت الكلير زون دي indicating ان المرحلة اللي عندي دلوقتي هي ال immature stage. لو بصيت على اللينز هلاقي اللينز تبقى شكلها جريش ولاقي عندي كمان حاجة بسميها الايرس شادو. الصورة دي صورة الايرس شادو. وايرس شادو يعني ايه؟ يعني ظل الايرس. الايرس عامل ظل. طب عامل ظل على ايه؟ عامل ظل زي ما انتم شايفين كده حضراتكم على اوبيك لينز. وعلشان اعرف ازاي الايرس شادو بيتكون وازاي انا اعمل له ديتكشن لازم اعرف اربع قواعد. اول حاجه ان اي جسم في الدنيا علشان يتكون له شادو لازم يبقى فيه اضاءه، يبقى حضراتكم يبقى فيه شمس، يبقى فيه نور، يبقى فيه قمر، اي ضوء جاي من الناحيه دي عشان يكون للايه للهامر دوت ظل. دي نمره واحد. نمره اتنين ان يكون في حاجه اوبيك وراها عشان يقع عليها الظل. حضرتك وانت ماشي الظل بتاعك موجود على الارض، حضرتك لو حطيت ايدك على الحيطه قدام الحيطه بالشكل ده الظل بتاع ايدك هيبقى موجود على الحيطه، يبقى لازم يكون في حاجه يقع عليها الظل. طب لو تخيلوا حضراتكم ان حاجه متعلقه كده في السماء هيبقى ليها ظل؟ مش هيبقى ليها ظل لان مفيش حاجه ايه؟ مفيش حاجه تحتها. يبقى دي تاني قاعده. تالت قاعده ان الحاجه اللي هيتعمل لها ظل والاوبيك سيرفيس يبقى بينهم سبيس، لان لو لزق الحاجه اللي هيعمل لها ظل في الحته الاوبيك اللي وراه مش هيبقى في مكان للظل يتكون، الظل هيبقى لازق في الاوبجكت نفسه، يبقى لازم يبقى فيه كلير سبيس ما بين الاوبجكت تو بي شادود والحته اللي هيقع عليها الايه؟ اللي هيقع عليها الشادو. دي ثالث قاعده. رابع قاعده ان لو بصيت بالشكل ده وكان النور جاي من قدام احسن حته اشوف فيها الشادو من جنب. الاربع قواعد دول هيفهمونا ازاي الايرس شادو بيتكون وازاي انا بقول العيان دوت عنده ايرس شادو ولا ما عندهوش ايرس شادو. الريد ريفليكس از ماركدلي ديكريز ان ذيس ستيج. الحقيقه بعض الناس اللي عندهم اماتيور كاتراكت بيمروا بفيز اسمها الانتيوميسنت كاتراكت، والحقيقه اتس نوت ا ستيج، ات ا فيز ذات مي اوكير اور مي نوت. ات از ديو تو انكريز اوزموتيك بريشر انسايد ذا لينس. ولو نفتكروا قواعد الفيزيكس، لو انا عندي تو فلويدز بينهم سيمي بيرميال ميمبرين والاثنين اوف ايكوال اوزموتيك بريشر، الميه هتمشي من هنا لهنا والليفل هيبقى ايكوال. لو انا عندي واحد لو اوزموتيك بريشر والناحيه الثانيه هاي اوزموتيك بريشر، الميه هتسيب اللو اوزموتيك بريشر وتروح للهاي اوزموتيك بريشر. ده اللي بيحصل بالظبط في حاله الانتوميسنت ستيج. ديجنريشن اوف لينس بروتين تو انتو سمول بارتيكل هيزود الاوزموتيك بريشر انسايد ذا لينس، هتخش الميه من بره فاللينس ويل سويل، هتورم اللينس وتكبر زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طيب تعالوا شوفوا الرجل بتاع الراجل دوت ورمه والسكين ستريتشد وبتلمع. ليه؟ لان في فلويد في رجله اكتر من اللازم. ده بالظبط اللي بيحصل في الانتوميسنت كاتراكت، اللينس بتبقى سولن وستريتشد جليسنينج كبسول. شايفين الكبسول هنا بتلمع ازاي؟ علشان مشدوده من الميه اللي ماليه اللينس. This type of immature cataract or this phase may induce pupillary block glaucoma. ودي واحده من الفاكومورفيك جلوكوما، زي ما قلنا فاكو يعني لينس ومورفيك يعني شكل، جلوكوما تسببها تغيير شكل اللينس. المرحله اللي بعدها يعني قلنا انسيبيانت وقلنا اماتيور، يكبر بقى ويبقى عاقل ويبقى ماتيور، والماتيور ستيج ان ويتش ذا اوباستي
reach to the subcapsular fiber. خلاص ما فيش fibers ما فيهاش opacity. كل الفايبرز will be opaque. The lens appear white. ما فيش red reflex. No red reflex is seen. مكانه بشوف grayish white reflex. عندنا ما فيش iris shadow. ليه ما فيش iris shadow؟ لأن كل الفايبرز خلاص بقت opaque. ما فيش space ما بين الiris والopaque lens. عشان كده I cannot detect iris shadow. الهايبر ماتيور ستيج يبقى عندنا incipient وإماتيور وماتيور. أي واحد في الدنيا بيكبر بعد كده بيخش في مرحلة إنه كبر زاد عن اللزوم بقى هايبر ماتيور. ودوت ليه تو فيزز، الشرانكج فيز والمورجانيان فيز. بالنسبة للشرانكينج فيز due to escape of degenerated lens matter and water. degenerated lens matter اللي حصلت والديجنريشن اللي حصل تخرج بره اللينس والميه تخرج بره اللينس فاللينس تبقى ايه شرانكن. ده كبسول السكند رينكلينج ويز كالسيوم ديبوزيشن. كوليستيرول ديبوزيت ار سين اون ذا لينس. ذا انتيريور تشامبر بيكام ديب ويز تريمولس ايريس. وقلنا تريمولس يعني يرتعش لان مفيش حاجه عامله له سبورت. اول ما العيان يحرك عينه من يمين لشمال تبص تلاقوا الايرس ايه بيتحرك مع حركه العين. في ايرس شادو، في ايرس شادو. ليه؟ لان اللينس شرانكج كشت وبعدت عن الايرس فبقى في كلير سبيس ما بين الايرس والهايبر ماتيور لينس. عشان كده الاقي فيه الايرس شادو زي ما حضراتكم شايفينه. طيب الثاني المورجانيان تايب، وده ديو تو ديجنريشن اند ليكويفيكيشن اوف لينس ماتر. تخيلوا حضراتكم دي لينس ماتر وجواها النيوكلس. لو تخيلوا حضراتكم ان النيوكلس دي فضل زي ما هي واللينس ماتر ده حصل فيها ليكويفيكيشن بقى سائل، النيوكلس دي هتروح فين؟ اكيد النيوكلس هتنزل لتحت، مفيش حاجه تعمل لها سبورت. ابص الاقي النيوكلس بتاعت اللينس سيت داون زي بالظبط السيتنج سان. شايفين منظر غروب الشمس او شروق الشمس، الشمس لسه طالعه من الافق بالشكل ده. ابص الاقي النيوكلس اهي، النيوكلس هي الغامقه دي واخده نفس المنظر بتاع السيتنج سان. ايه هي الكومبليكيشن اوف هايبر ماتيور كاتراك؟ اول حاجه الفاكوليتي الجلوكوما and this is due to escape of lens protein in aqueous. اول ما يبقى فيه abnormal foreign protein هيبقى فيه phagocytic activity، تطلع الماكروفاج تعمل engulfing للفورين بروتين دوت and this macrophage will be swollen and will occlude the trabecular meshwork. عشان كده هتعمل لي جلوكوما، ودي نتيجة lysis of the lens. عشان كده سميناها ايه phagolytic glaucoma. ممكن اللينس نفسها يحصل لها subluxation or dislocation due to degeneration of the neural of Zien. يبقى عندي فاكو انافلاكتيك يوفيتيز، ودي اتكلمنا عنها بالتفصيل واحنا بنتكلم عن اليوفيتيز. يبقى نفتكر مع بعض ان الستيجز بتاعت السنايل كورتيكال كاتراكت بالظبط زي الستيجز بتاعت الانسان. يبدا انسيبيانت، يبقى اماتيور، وبعدين يبقى ماتيور، وبعد كده يبقى هايبر ماتيور. مراحل الكاتراكت اللي هي الاماتيور والماتيور والهايبر ماتيور دايما احنا بتفكرنا او بتشبهنا بالبرتقال او باليوستفندي. حضرتك افتكر كده في اول موسم البرتقال او اليوستفندي هتروح تلاقيه عند الفكهاني عباره عن ايه؟ هتروح تلاقيه عند الفكهاني اخضر والبرتقانيه او الاستفنديه طالعه بالعنقود بتاعها او بالغصن بتاعها. ليه؟ الراجل استعجل عايز يطلعها بدري عشان يكسب ويبيع البرتقان بدري اول ما ينزل في السوق، يبقى غالي. اي حاجه في الدنيا بتنزل في الاول بتبقى غاليه، فيقوم شادد البرتقانيه او الاستفنديه لسه ماسكه جامده عشان كده تطلع بالغصن بتاعها. بعد كده لما تبقى تستوي على الشجره تطلع حضراتكم تبصوا على البرتقانيه او الاستفنديه تلاقيها استوت صفرة
ومفيش الغصن بتاعها مش موجود، الغصن بتاعها وقع، ده اللي هو ما يقابل الماتيور كاتركت. طيب في اخر الموسم تبص تلاقي البرتقانه كرمشت وسابت مكانها من على الشجره وقعت لوحدها، وده ما يقابل الهايبر ماتيور كاتركت. وده يا جماعه زمان كنا احنا بنشيل اللينس كلها على بعضها من جوه العين، بنسميها انترا كابسولار كاتركت. فلو كانت اللينس اماتيور هتبقى الزنيول بتاعتها فيري سترونج، وبالتالي لما بشيل اللينس ممكن اقطع الزنيول وتقطع لي السيلير بودي وتعمل لي كومبليكيشن كتيره. بينما لما بتبقى ماتيور بتبقى الزنيول بتاعتها ويك، اقدر اشيل الزنيول من غير مشاكل. لما بتبقى هايبر ماتيور الزنيول بتاعتها بتبقى ديجنريتد وتقع اللينس في الفيترس او تطلع في الانتيرو تشامبر زي ما هنعرف في الدرس بتاع الديسلوكيشن. عشان كده الناس كبار في السن عندهم اعتقاد ان احنا ما بنشيلش اللينس الا لما تبقى ماتيور. والكلام دوت كنا بنعمله زمان ايام ما كنا بنشيل اللينس كلها على بعضها، دلوقتي لا، انا عايز اللينس اماتيور عشان الزنيول بتاعتها تبقى سترونج تستحمل ان انا افتح الانتيريو كبسول واعمل ووش واعمل ايمالسيفيكيشن للكورتكس وللنيوكليس. فلما حد يقول لك الميه بتاعتي استوت ولا ما استوتش، تقول له الكلام دوت استوت او ما استوتش ما بيفرقش معانا في الجراحه وفي العلاج اليومين دول. كده نبقى خلصنا اول كلينيكال تايب اللي هو سنايل كورتيكال كاتراكت، وهناخد دلوقتي السنايل نيوكليار كاتراكت. وهنقول ان السنايل نيوكليار كاتراكت ريبريزنت 25% اوف ذا سنايل كاتراكت. It is an exaggeration of the normal aging change. احنا عندنا النيوكليار سكلروزيس ده هو النورمال ماتوريشن اوف ذا لينس، بيتقلب السكلروزيس يبقى exaggerated ويبقى عندي نيوكليار سكلروتيك كاتراكت. It takes very long time to become mature، ونادرا ما بنشوف حالات نيوكليار كاتراكت تبقى mature. It never show intumescent or shrinkage، يعني لا بتورم ولا بتكش. Usually colored، عادة السنايل نيوكليار كاتراكت تبقى ملونة. شايفين العدسة ديت؟ دي عدسة سودة، لأن بيبقى فيه deposition of pigment. البيجمنت دي بتدي النيوكليار كاتراكت يلوش ريفليكس، يلوش كالر، وليتر بيكام براونش، ودي بنسميها براونسنت كاتراكت. وساعات بتبقى لونها اسود زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، بسميها كاتراكتا نيجرا، ونيجرا يعني اسود. اللينس كان بيكام سو بيج اند هاردر ذات ات بوش ذا ايريس فورورد. اللينس زي ما انتم شايفين ورا الايرس، وفي هنا الانجل اوف انتيريو تشامبر. لما بتكبر اللينس بوشينج ذا ايرس، او بتبقى مور هاردر بوشينج ذا ايرس، وبالتالي بليسينج ذا بيشنت ات انكريز ريسك فور انجل كلوجر جلوكوم. ممكن الانجل تتقفل في اي وقت ويزيد الانترا اوكلو بريشر، وده اللي بنسميه الانجل كلوجر جلوكوما، وهناخده في التفصيل في الجلوكوم. الريد ريفلكس بلاقيه سنترال بلاك ديسك وحواليها ريم اوف كلير ريد ريفلكس، يبقى كلير ريم اوف ريد ريفلكس اراوند ذا سنترال بلاك ديسك. لو بصينا للكلينيكال بيكتشر بتاعه الكورتيكال والنيوكليار كاتراكت الاثنين مع بعض هنقولهم، هنقول السيمبتومز العيان بيشتكي من ايه. اول حاجه جراديوال بروجريسيف بينلس ديمينيوشن اوف فيجن بات نيفر ريتش تو نو بي ال. لو لقيت عيان عنده نو بي ال يبقى عنده مشكله تانية غير الكاتراكت. في جلير، شايفين ازاز العربيه دوت، الراجل اللي قاعد جوه العربيه شايف الضوء متلخبط وبالشكل ده اللي احنا بنسميه جلير. ليه؟ علشان اللايت سكاترد على الوساخه اللي على ازاز العربيه. نفس الكلام ده بيحصل سكاترنج اوف ذا لايت اون ذا لينس اوباستي، فيديني جلير اللي انا الزغلله اللي انا العيان اللي عنده كاتراكت بيشوفها. بيبقى العيان عنده نايت بلايندس اذا كان عنده كورتيكال كاتراكت. لو تخيلوا حضراتكم البريفري بتاع اللينس هو اللي واحنا بالليل البيوبل بتاعنا بيحصل له دايليتيشن عشان يدخل كميه ضوء اكتر، وبشوف البريفري بتاع اللينس، البريفري بتاع اللينس دوت فيه الاوباستي، عشان كده هيبقى عنده العيان نايت بلايندس. لو كان عنده نيوكلر والاوباستي في النص هيبقى عنده داي بلايندس. لو تخيلوا حضراتكم ان الصبح البيوبل بيبقى كونستريكتد، عشان كده هيبقى ايه الضوء داخل كله من الكاتراكتس لينس، هيبقى عند العيان دي بلايندنس. الايمج بلير
make new near task more difficult. Altered color perception due to light absorption by lens pigment. لو في lens pigment كتيرة هتحصل فيها absorption of light وإحساس الإنسان بالألوان هيتغير. لو عنده nuclear cataract وبقت dense هتعمل لي fixed black spot in the visual field. طب لو عنده cortical cataract برضو هتعمل لي fixed black spot in the visual field, ولكن فين؟ في البريفري. النيوكلير بتبقى في السنترال والفيكسد البلاك سبوت في الكورتيكال بتبقى في البريفري زي ما حضراتكم شايفين. لو تخيلوا حضراتكم ان الحتة دي الاوبيك لها ريفراكتيف اندكس والحتة كرير دي لها ريفراكتيف اندكس تاني, ودي لها ريفراكتيف اندكس ودي لها ريفراكتيف اندكس تاني, وبالتالي كل حتة من دول هتكوني صورة مختلفة. عشان كده العيان هيشوف يوني اوكلر ديبلوبيا او بلوبيا, لان كل سيكتورز of the incipient cataract have a different refractive index. العيان اللي عنده cortical cataract بيحصل له index hypermetropia, وhypermetropia يعني طول نظر. وعلشان نفهمها احنا هناخدها بالتفاصيل في الايرور, ولكن عشان نفهمها, قوة العين بتعتمد على ان النيوكلس, قوة اللينس بتعتمد على ان النيوكلس more powerful than the cortex. يعني refractive index بتاعت النيوكلس اكتر من الريفراكتيف اندكس بتاعت الكورتكس, وبالتالي العدسه بيبقى ليها قوه. طب لو تخيلوا حضراتكم ان الريفراكتيف اندكس بتاعت الكورتكس زادت, فهم الاثنين قد بعض, ده معناه ان الباور بتاعت اللينس هتقل, ولما تقل الباور بتاعت اللينس يبقى عند العيان اندكس هايبرمتروبيا. العكس بالظبط اللي بيحصل في النيوكلير كاتراكت. طبيعي ان النيوكلير ان النيوكلس ريفراكتيف اندكس يبقى اكتر من الكورتكس, بيزيد اكتر الديفرنس ده, وبالتالي الباور بتاعت العين بتاعت اللينس بتزيد, وبالتالي يبقى عند العيان اندكس مايوبيا في حالات النيوكلير كاتراكت. من ضمن السيمتومز اللي بتحصل للعيان اللي عنده كاتراكت وبالذات النيوكلير كاتراكت حاجه اسمها السكند سايت. يعني ايه سكند سايت؟ يعني النظر رجع له مره تانية بتاع القرايه. العيان يقول لك انا كان عندي نظاره قرايه بقرا بيها كويس جدا ومرتاح, فجاه بصيت لقيت نفسي مش مرتاح في نظاره القرايه, ولما برفعها كده بشوف احسن, يعني نظري اتحسن عن الاول. طب يا ترى السكند سايت دوت حصل ليه؟ السكند سايت ده بيحصل لان الكاتراكت ار وركينج لايك ويك باي فوكال انسايد ذا اي. يعني الاوبتيكال دينستي بتاعت اللينس زادت, بتاعت النيوكلس زادت, وبالتالي الباور بتاعتها زادت. عشان كده العيان رجع يقرا فور نير مره تانية, بقى يقرا كويس مش محتاج نظاره القرايه. بكرر تاني وأقول إن اللينز has a convergent power due to many factors including the difference between the cortex and the nucleus. الكورتيكس has a less refractive index والنيوكلس has a more refractive index. وبقول لو زاد refractive index بتاع الكورتيكس هتقل الباور بتاع اللينز, والعكس لو زاد refractive index بتاع النيوكلس هتزيد الباور بتاع اللينز. حاجة من ضمن الحاجات اللي ممكن يشتكي من العيان كسيمتومز ان يقول لك النني بتاعي بقى لونه ابيض, اليوكوكوريا او الوايت بيوبل. طب الساينز, احنا خلصنا السيمتومز في الكلينيكال بيكشر, هنقول الساينز. الساين هيبقى عندنا انكمبليت اور كومبليت جراي اوباستي سين باي اوبليك الومينيشن, ولو عملنا الريد ريفلكس هنلاقي فيكسد بلاك سيكتورز او سبوتس اجينست الباك جراوند, اجينست الريد باك جراوند. ممكن تبقى سيكتور زي ما انتم شايفينها كده في الانسيبيانت, او ممكن تبقى مور دنس في الكورتيكال اماتيور, وممكن تبقى زي ما حضراتكم شايفين كده فيكسد راوندد سبوت ان ذا سنتر في حالات النيوكلير. حالات الماتيور بيحصل فيها لوس اوف ذا ريد ريفلكس. الايرش شادو بشوفه في الاماتيور, والشرانكج تايب اوف هايبر ماتيور كاتراكت ما بشوفوش في الحالات اللي فيها ماتيور كاتراكت. طب ايه الكومبليكيشن بتاع السنايل كاتراكت؟ احنا قلنا كل الكومبليكيشن بتاع السنايل كاتراكت, ودي عاده بتحصل في الهايبر ماتيور ستيج. يحصل جلوكوما وذر فاكومورفيك او فاكوليتيك, والفاكومورفيك قلنا انها بتحصل في الانتوميسنت ستيج, والفاكوليتيك بتحصل في الهايبر ماتيور ستيج. ممكن يحصل سبلكسيشن او ديسلوكيشن, ممكن يحصل فاكو انافلاكتيك يوفيتس. اخر حاجه في الكلينيكال بيكتشر هي الديفرنشال دياجنوزيس. لازم الفاريوس تايب اند ستيج
of cataract should be differentiated from each other. لازم تعرف الفرق بين الانسيبيانت والاماتيور والماتيور والهايبر ماتيور. لازم تعرف الفرق بين الانتوميسنت والاماتيور العاديه. الكلام ده كله لازم تبقى عارفينه. Snail sclerosis of the lens should be differentiated from the snail cataract. شايفين الصوره ديت؟ العيان دوت عنده جريش اوباستي ولكن الفيجوال اكيوتي بتاعته كويسه، ولما اشوف الريد ريفلكس هلاقي انتكت ولاقي الريد ريفلكس واضح، يبقى العيان ده عنده سنايل سكلروزس اوف ذا لينز، ما عندوش سنايل نيوكليار كاتراكت. ذا كاتراكت should be differentiated from other causes of gradual bilious diminution of vision. واهم ثلاثه causes الكورونيك سيمبل والكوما والسنايل ماكرو ديجنريشن والبرايمري اوبتيك اتروفي. يبقى لو اي واحد عيان بيشتكي انه عنده gradual bilious diminution of vision هفكر في الكاتاركت والبرايمري اوبتيك اتروفي وسنايل ماكرو ديجنريشن والكرونيك سيمبل جلوكوم. الماتيور كاتاركت should be differentiated also from complicated cataract and from traumatic cataract. والاثنين بيبقوا شولك وايت ان appearance. Cataract should be differentiated from other causes of leucorrhea. كده نبقى خلصنا الكلينيكال بيكتشر، ويفضل لنا المانجمنت اللي هنعمل لها حلقه مخصوصه وفيديو مخصوص عن المانجمنت اوف ذا كاتاراكت. وبكده نبقى من فضل الله خلصنا الدرس او الفيديو بتاع سنايل كاتاراكت. موضوع مهم جدا، حضراتكم تبقوا متوقعين ان في جزء منه موجود اكيد في الامتحان النظري، ولازم لما تخش في الشفوي تسأل في السنايل كاتاراكت. ما تنسوش تذاكروا كويس الموضوع دوت، واشوفكم دايما على خير في فيديو جديد من فيديوهات اللينس اند كاتاراكت.